السلام عليكم. ايه اكتر حاجه بتضايقني في الفاميلي بتاعت الريفت؟ اكتر حاجه بتضايقني ان مفيش ان انا اشتغل عليها او اعدل عليها في قلب المشروع. لازم اخرج من البيئه بتاعت الشغل في المشروع لبيئه اخرى، لدي الفاميلي. دي من الحاجات اللي بتضايقني كتير جدا، لان لو انا موجود في قلب المشروع زي ما ساعات بيحصل في الاوتوكاد ان انت بتعدي الفاميلي في قلب المشروع، بيعمل لك كل حاجه تانية باهته وتبدا تشتغل براحتك، فريد مش الامكانيه ديت. فدي من الحاجات اللي بتضايق الواحد، لان بتحتاج مثلا عايز عندك حاجه معينه وعايز تظبطها على المكان، فكل شويه ترجع تقيس حاجه وبعد كده تاخد الرقم وتعمله. وانا من نوع الذاكره زي الفل، فبنسى الرقم كام، 1547 1966، يعني بتحصل لخبطه. فاعتقد لو كان الشغل في المشروع كان هيبقى اسهل بكتير ان انا اعدل على الحاجه اللي انا عايزها بالظبط. دي من اكتر حاجات، طبعا في حاجات كتيره بس دي اللي زي الفل يعني.